وكتجي الوالده كتقول مالك اسراف كتهضر في فيديوهات معصب. هات يا الوالي هات يا امي هات مليار و300 مليون ندوزها نسيبو مليار و320 مليون ندوزها لشركه اللي هي ديال صاحبو نيت وديالو عنده فيها 50% ولا ديالو 100% ندوز لها مليار و300 مليون وسالت الكبرى اللي كتعاني من الشوماج ومن البطاله عطاو يد الله عاونوا المستثمرين لا دخل عندك شي مستثمر وهزوا سيدي بالعماريه ودخلوا من فاس حتى لصفرو وانت هزتو في العماريه وطب الليل انت تعيط ليه انت كعامل ولا والو ولا كرئيس جماعه تعيط ليه تقول له الو السلام شنو خصك واش عندك شي مساعده ونصيفط ليه يعاونو سيد راه جاي يستمر ليك راه لا خدم لك غير 50 واحد في مدينه فاس ولا مدينه سلا ولا مدينه اكادير ولا مدينه مراكش راه عندك الفضل عندك الابداع الحقيقي ابدا اسوا مين فزيش منو غير 6 دولار اكتفيت غير ب 6 دولار كل ورقه واحد 300 عند الحبس قسما بالله دوز دابا هو مدير ودير شركه سميتها اوكسا دوز لها 200 و 270 مليون صافي شت شريك شو هو اللي شاركته دوز لها 3 المليار بلا ما يقلب زعما شو شي شركه اخرى قبل دافع عليه شي حاجه داري المصابيح ب 540 مليون دون اعلان عن اي صفقه فوق 20 مليون تتبقى صفقه في الصفقه ما يخص تنشرها ما عنده على صفقه ما والو هز ديك 540 مليون عطيها لنسيبي ولا عطيها لخويا وهذا لا وتقهرت والله ما قدرت نزيد نقرا بالله وفاس السيمانه الجايه غنمشي لها باش نشوف داك المشكل ديال الاستثمارات اللي كيديروا تما واللي اللي مسؤولين مسؤولين تيخرجوا داك البيراميدا بيتيو اللي عطاوك البيراميدا بيتيو المسؤولين اللي كيخرجوا للجنه عندهم مشاريع خدامه واللي غيجي يستثمر لا ما يخدمش من البارح وانا كنتوصل بالصور ديال هاد البنيته هادي وكيقول لي اخي اشرف شوف هاد الفضيحه هادي راه جايب لها ودير لها تكريم واحد التكريم اللي هو باهت بدون حضور اي مسؤول وعطينا واحد 5000 درهم كتشجع وكذا انا غادي نقول لك قبل ما ندخل لهاد الملف هذا اللي غنهضر عليه في الفيديو ديال اليوم غنهضر لك على هاد الملف اللي بالنسبه لي الا كنتي انتقادي غتحكم على مبدع قدامه بالبراءه شنو منك الابداع الحقيقي ابدا اسوا مين فزيت منو غير 6 دولار اكتفيت غير ب 6 دولار كل ورقه واحد 300 عند الحبس قسما بالله شي تجمع هاد الملف هذا تجمع العقوبه ديال هاد الملف تعدمهم بالخابور تعرف الخابور تعرف الخابور حشاك ديك الاعدام اللي كانوا كيديروا تعدمهم على وعزيش في لك الغليل ديالك على هاد الملف هذا شفت لك يا ملاير شنو كي شوف فلوس الدوله بعدا شوف شو المليار الفقير انا وياك عندنا مليارات شي شنو هي 1000 مليون ويلي ويلي هو عنده تيدوز نسيبه من فلوس ديال الدوله 540 مليون باش يشري بولات وعاوتاني واحد 150 مليون هاك شوف هاك نسيبي غدا يدوز مليار نسيبو بعدو يدوزها لخوه والشركة ديال خوه معلي بها انه كتاخد بدون سند قانوني والشركة نسيبو يلاه تصاوبات ندوز ليها 40 مليون في مليار و320 مليون في ويلي ويلي انا تكهمت انا غنعرض عليك هاد الملف ولكن غنرجع لهاد البنيته هادي اللي حاطينها في الصف الثاني في التكريم ديالها على هاد الصوره بعدا ديال الصف الثاني حسب الاقوال ديالو كيقولك بانها هي بغات تجلس حدا الاصدقاء ديالو باش تجلس قدام مع العلم ان ما عرفتش شكون اللي طالع عليه الفيلم وما عرفتش شكون اللي شكون اللي غايقول شكون فين تجلس وفين غادي ما عرفتش المهم خلينا من داك البروتوكول خاوينا غنهضر على ديك الورقه انا بالنسبه لي هاد البنيته هادي اللي كتشوفوا فيها هي اللي فيها المشكل هي والديها اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه ديال هاد المشكلات علاش حيت مشاو قراوه مشاو قراوه وضربوا عليها تماما باش تقرا صافي هي راه بقات لك 13 يوم وجيت تسمع امام باب الليسي وامام باب الثانويات اساسيد الله يعطيهم مصيبه ما خلاوناش ننقلوا اساسيد الله يعطيهم الخير خلاونا ننقلوا واحد الاستاذ بوغوز جابوه لينا ما عرفتش ما نكتب انا امهم ووالديهم واقفين كيتصنتوا لهاد التصريحات هذا اشوف اليس بالغد قريب تصنت واحد 10 ايام وتشوف ان هاد الصوره هذه الخلاصه ديالها فين كتكتمل كتكتمل في ديك في ديك في ديك في ديك التصريحات اللي كيدليو دوك الشابات والشباب امام باب الثانويات من بعد ما كيساليو الامتحانات من بعد ما كيخليوهم شي ينقلوا من بعد ما كينقلوا وغايجيو غايفتخروا لكم انهم كيتين وغايفتخروا انهم نقلوا هذاك النقيل اللي كنا كنديرو حنا بالسر وكنا كنديرو مع تباش دابا ولا بالنسبه لهم هما انهم راه انجاز الا داروه خلاصه ديال هاد الصوره هادي كما قلت لك غادي تشوفها في الاخر في التصريحات اللي كيديروا في مواقع التواصل الاجتماعي ودوك الجرائد سمحهم الله اللي كيمشيو امام باب الثانويات وكياخذوا من عندك الاطفال التصريحات انت غتشوف الخلاصه ديال هاد البنيته هادي الاختزال ديال التعليم في المغرب العقل ديال البلاد العقل الدماغ ديال البلاد غتشوفو خليك حتى تدوز 13 يوم وغنساو هذا الموضوع خلينا نرجعوا للمهم اسيدي هذه الشركه هذه سميتها سالا نور كاينه في مدينه سلا ومن غنهضر على مدينه سلا غنهضر على المدن الكبرى دي رساله لجميع المسؤولين من اكبرهم اللي هو ممثل جلاله الملك الوالي او العامل الى اصغرهم الله يجعله يكون موظف لدى الانعاش الوطني اعطيو يد المساعده عطاو يد المساعده في هذه المدن هذا خصوصا للمستثمرين راه ما كاينش عندك شي واحد يستثمر عندك فاس وما ادراك ما فاس
اللي مستثمر جاي عارف بانه جاي مدينه فيها البطاله فيها الاجرام فيها معش جميع انواع الاشكال ديال 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 التهراس ديال المشاريع كاينه تما وجاي يستثمر عندك. ما تعرقلوش بوثائق اللي انت عارفها مستحيله انها تجي. ملي كتقول لي انا في المدينه العتيقه في مدينه فاس ولا مدينه ساسي جيب لي بيرمي دابيتي عاد تحل. شنو بغيتي انت زعما كيفاش بغيتي هذا المستثمر يستثمر عندك؟ كيفاش بغيتي هذوك الاولاد اللي جالسين تما يخدموا وديك اللجنه اللي خصها تخرج وخصها شوف الله يرحم الوالدين راه غنجي نطرقوا لهذا الشيء بحاجه بحاجه. وفاس السيمانه الجايه غنمشي لها باش نشوف ذاك المشكل ديال الاستثمارات اللي كيديروا تما واللي اللي مسؤولين تيخرجوا ذاك البيرمي دابيتي اللي عطاوك البيرمي دابيتي المسؤولين اللي كيخرجوا اللجنه عندهم مشاريع خدامه واللي غيجي يستثمر لا ما يخدمش. مدينه سلا مدينه الرباط مدينه فاس المدن الكبرى اللي كتعاني من الشوماج ومن البطاله عطاو يد الله عاونوا المستثمرين. لا دخل عندك شي مستثمر وهزوا سيدي بالعماريه ودخلوا من فاس حتى لصفرو وانت هزوا في العماريه وطبل ليه انت تعيط ليه انت 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 كعامل ولا والو كرئيس جماعه تعيط ليه تقول له الو السلام شنو خصك واش عندك شي مساعده ونصيفط ليه عاونو سيدي راه جاي يستمر ليك راه خدم لك غير 50 واحد في مدينه فاس ولا مدينه سلا ولا مدينه اكادير ولا مدينه مراكش راه عندك الفضل. زمت لي المستثمرين من هنايا تكثر لي البطاله من هنا حيت ملي غتزمت المستثمرين غيكثروا عندك البطاله. وشوف ملي غتكثر عندك البطاله شنو غيخلق لك شنو غيتخلق لك. انا غنعاود نوجه رساله لجميع المسؤولين لانهم شي غيره شويه على تقوا الله في الناس اللي جايين يستثمروا عندكم. تقوا الله ما تشوفوش فيهم واحد البانكر خاصكم تحلبوها. شوفوا انهم على الاقل بعدا غيحيدوا لكم شويه الاجرام. الا جا واحد من مدينه فاس وخدم لك 1000 واحد وجا واحد اخر خدم لك 50 واحد وجا واحد اخر خدم لك راه شوف دوك الناس اللي كنتي انت دخلتيهم الخدمه بسببك انت بسبب القرارات ديالك بسبب التعامل ديالك القانوني حيدتي لك اجرام حيدتي واحد من الشارع. خيرو دليل الابواب مفتوحه مليون و 400 مليون زائر دليل على ان فاس ما عند الناس فين يمشيو ويخرجوا يتساراو. خليني نرجع لهذا الموضوع هذا. اسيدي قال لك شوف هاد التقرير هذا درتو وزاره الداخليه نعاود نقولها ماشي انا اللي كنقولو هادشي هذا هاد الفلوس هاد المرايه هاد اللي جالسين كتنهبوا ماشي انا اللي قلتها انا غير نقول المغاربه هادشي هذا الا وعسى شي يتحركوا شي مساطير اللي تعتقلوا هذا انا قلت لك يتعذبوا بالخبر وقليل في حقهم. اول اجراء غيديروه سمع سالا نور هي واحد الشركه ديال التنميه المحليه يعني راه تابعه للدوله هذه ديال الصيانه ديال الانارات العموميه غيجي فيها واحد المدير الله يسمح ليه الا ربي يسمح ليه راه حنا مادام ما غنسمحوش ليه. اجراء عمليه بيع الاعمده الاناره العموميه التي تعرضت لحوادث السير وبعض المتلاشيات المملوكه لدى الجماعه دون سلوك اي مسطره قانونيه. يعني دوك البطوات اللي كيدخلوا فيهم الطوموبيلات ودوك الشيء الاملاك ديال الجماعه سيتباعهم بدون اي سلك حتى شي راه ماشي انا اللي كنقول هادشي ما دار حتى شي قانون شدوا بعد داكشي فين داكشي الله اعلم. ثاني حاجه تعامل مع واحد الشركه اللي سميتها تي اس تي بي المملوكه لسهرين غيسطروا عليها هي مسطره عندكم لتحت لاجل تهيئه مستودع لشركه كائن بتبريك سالا وكان القيام باشغال خاصه للانارات العموميه وذلك في حدود مبلغ مليون و500 الف درهم يعني تقريبا 150 مليون ديال السنتيم. علما ان هذه الشركه تي اس تي بي تم انشاؤها في 2014 نوفمبر 2014 يعني تصاوبت 2014 شهر 12 2014 دوز لها الصفقه يعني الشركه باقا يلاه مصاوبه ما عندها يعني الشركه يلاه مصاوبه يعني الو سير دير شركه واجي نعطيك اقشناء مصابيح من عند اي ان او سي شركه بمبلغ 540 مليون هاي شاري المصابيح ب 540 مليون دون اعلان عن اي صفقه خمسة فوق 20 مليون تتبقى صفقه في الصفقه تاعهم خاصك تنشرها ما عندو على صفقه ما والو هز ديك 540 مليون عطيها لنسيبي ولا عطيها لخويا اخوه كاين عندك صاحب لك ها هو اخوه ها هو. تعامل مع شركه فيزيون نيميريك المملوكه لاخ المدير العام دون ان تكون اي عمليه موضوع اتفاقيه منظمه بلا شي كونفونسيون بلا حتى شي لعبه ندوز ليه القيام باصدار شيكات والامر بتحويل مبالغ تناهز سمع مبالغ تناهز 200 وتقريبا 79 مليون 279 مليون لشركه اوكسا التي تعود اليه. دوز دابا هو مدير ودير شركه سميتها اوكسا دوز لها 279 مليون من بين 2017 حتى التاريخ ديال الانتهاء ديالو في 2000 دجنبر 2017 يعني ملي كان هو مدير تيدوز بدون اي سند قانوني كيدوز الشركه ديالو هاد الفلوس هذا. سادسا الفاتوره مجموعه من الخدمات التوريديه التي قامت بها شركه اوكسا الى غايه 31 شهر 12 2020 بمبلغ قدره 3 ديال المليار في غياب اي منافسه دون اعتماد على اي مقارنه للاسمنه المقترحه صافي شد شريكته هو اللي شريكته دوز لها 3 المليار بلا ما يقلب زعما واش شي شركه اخرى قبل دافع عليه شي حاجه ولا يعني داك القانون ديال 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 باش ندوز المارشي ما كاينش سير ديرك تعطي لها داك 3 المليار عاوتاني اعاده فاتوره الاصول خاصه بثلاث مستخدمين ثلاثه ديال المستخدمين شهر 12 2020 مخلصين بمليار و320 مليون ثلاثه مع العلم
انهم هما مالين الشركات اللي كيستافدوا من عاوتاني مارشيات ديال ديك ديال الدوله. يا وهذا لا وتقارش والله ما قدرت نزيد نقرا بالله حيت ما كتبش ما عاد تبقى كتجي الوالده كتقول مالك اسراف كتهضر في فيديوهات مع الصف. هات الولي هات يا امي هات مليار و300 مليار و300 مليون مدوزها لنسيبو مليار و320 مليون مدوزها لشركه اللي هي ديال صاحبو نيت ديالو عنده فيها 50% ولا ديالو 100% مدوز لها مليار و300 مليون وسالت ولقيت اني مدوز فيها بعدا واحد الشيكات خياليين ما كانش مدير سالات الولايه ديالو سالات ومشى مازال كيتصرف مازال كيمشي كيخدم اصدار المشتكي شيكات واوامر بتحويل مبالغ نهزت جوج ديال المليون و771 الف و697 درهم. شوف شحال ديال شنو المبلغ كيدير راسه ما عرفتش نقراها صح ديال الدرهم. هادشي لشركة اوكسا التي يرأسها في الفترة الممتدة واحد الشركة كانت يترأس هو كيترأسها ندوز لهاد المبالغ هاد وان المهمة ديالو باش دوز هاد المبالغ المهمة ديالو في شركة سالا نور اللي تابعة للدولة سالات مابقاش مدير ديالها ومازال كيسيني باش يدوز دوك الفلوس للشركه ديالو. فين هو دابا الله اعلم. وسيروا سولوا ان المساهم الاكبر في هادشي هذا راه اليوم في منصب اعلى في مدينه سلا راه في منصب انه مازال عنده الميزانيه اليوم هاد الفلوس هادي كامل اللي قهمتكم بها ديال السرقات اليوم راه في منصب اخر وحسب علمي وانا الفيديو الجاي نقدر ما نهضرش عليه حيت واقيلا من بعد الفيديو يقدر تحرك شي مسطره انني نشوفو عند مبدع كي ونس فيه. السلام عليكم.